مواطن إبراهيم جد قادم، تعرضنا صباح اليوم لغصف طيران في مستشفى شرق النيل. نحن يا جماعة تعرضنا الليلة يوم 15/5/2023 لهجوم بالطيران. يعني لاحظ، دي مستشفى تعرضت لهجوم بالطيران، يعني ما قاعدة عسكرية ولا وحدة من وحدات الدعم السريع ولا وحدة بتاع الجيش. نحن مؤسسة علاجية بتقدم خدماتنا لكل الناس. هسه حاليا معانا مرضى، معانا مصابين من الدعم السريع، من الجيش ومدنيين، يعني كل فئات الشعب. وفي النهاية اخواننا دي ده صرح علاجي، ما بفرز حاجة اسمها الدعم السريع ولا حاجة اسمها القوات المسلحة ولا المواطن. نحن في النهاية بنقدم خدماتنا للجميع، لانه ده غصب نحن ما ادينه. فبالله عليكم حافظوا على البنية التحتية، دي بنية تحتية تابعة لجمهورية السودان، ما تابعة لدعم سريع ولا تابعة لقوات مسلحة ولا تابعة لأي منظمة إن كانت. نحن خدمة علاجية لكل من الموجود في أرض السودان على حسب الغصم المادين. وأنا من هنا بدعو كل المنظمات الدولية تجي تزور مستشفى شرق النيل. لو لقيت قاعدة عسكرية يبيدوها عن بكرة تبيها، لو لقوا فيها غير الجرحى والمصابين يبيدوها كلها ويحاكمونا نحن بالإعدام بالخيانة العظمى. الكلام ده ما حاصل يا أخواننا. فنتمنى من الله إنه الناس المزهولة والناس اللي في يدها الحل والناس اللي بتدي التعليمات للغصف دي تراعي نفسها وتخاف الله فيها وفي المواطن الكادح التعبان اللي ما قادر يعيش.